هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرقلة خطة حلف شمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق إلا إذا صنف التحالف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا على أنها جماعة إرهابية. جاءت تصريحاته قبيل انطلاق أعمال قمة حلف الأطلسي في لندن بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس التحالف. ويتوقع أن يهيمن التوتر مع تركيا على القمة جراء خلاف أنقرة مع أعضاء آخرين على خلفية شرائها صواريخ روسية وعملية عسكرية نفذتها مؤخرا شمال سوريا. من الواضح أن التحالف يحتاج إلى تجديد. لا يمكننا فهم هذا اليوم بعقلية الخمسينات والستينيات والتسعينات وحتى سنوات الألفية. يحتاج حلف الناتو إلى أن يكون أكثر حاسما وفعالا. الآن أرحب بموفد I24 News إلى قمة الناتو في لندن الصحفي يوسف الحلو. مرحبا بك أستاذ يوسف. كذلك أرحب بأستاذ خالد مصطفى المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ خالد. معنا اسمح لي أن أبدأ معك يوسف. يعني بداية أهم ما جاء حتى الآن في أعمال القمة الأطلسية. نعم بالفعل يخيم التوتر على هامش هذه القمة بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفا تصريحات ماكرون بالغير المؤدبة وأيضا بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي أردوغان. حتى هذه اللحظة عقد قبل دقائق أو قبل فترة وجيزة جلسة حوارية حيث تم استضافة الأمين العام لحلف الناتو وتم سؤاله عن فحوى هذا المؤتمر وقال بأن سبب تأسيس هذا الحلف هو للحد من النفوذ الروسي وأيضا أن الحلف متماسك وأنه لن يسمح بتفكك هذا الحلف. التوتر بخصوص التوجه التركي بشراء أجهزة دفاع من روسيا هو ما أثار حفيظة الرئيس الفرنسي حيث قال بأن تركيا تغرد خارج السرب وأيضا بالمقابل قال أردوغان بأنه لن يكون جزءا من البرنامج الدفاعي بخصوص دول البلقان إذا لم يدعم حلف الناتو تركيا في حربه ضد الوحدات التركية شمال سوريا. من المتوقع خلال الدقائق القادمة أن يتم استقبال الوفود في قصر باكنغهام بالاس حيث ستكون بانتظارهم الملكة إليزابيث الثانية في عشاء عمل. وأيضا يعني غدا هو اليوم الرسمي لإنعقاد القمة في بلدة واتفورد. أستاذ خالد يعني برأيك هل هجوم ترامب يهدف فقط لحث الدول المشاركة في الحلف على تقاسم الأعباء الاقتصادية للحلف مع الولايات المتحدة أم يعني رغبة أمريكية في تغيير سياسة وأولويات الناتو في ظل يعني سياسة ترامب الانغلاق على الذات؟ مساء الخير على حضرتك. من الممكن أن نتحدث عن تصريحات دونالد ترامب بأنها هروب من الواقع الذي فرضته كلمة ماكرون قبل أيام بأن الحلف الأطلسي قد مات موتة دماغية بسبب القرارات أحادية الجانب التي اتخذها الإدارة الأمريكية في عدد من المشاركات العسكرية التي قامت بها منذ حرب الخليج الثانية. وترامب وصفها بالمسيئة إلى الحلف بالإضافة إلى الاعتداء التركي على شمال شرق سوريا وهو اعتداء أحادي الجانب أيضا وباعتبار تركيا عضو في الحلف الأطلسي. هناك حالة من التوتر بالفعل زي ما قال زميلنا العزيز لم تشهده القمة منذ سنوات بعيدة جدا أو تحديدا منذ عام 1956 عندما خرجت فرنسا خروجا جزئيا بعد الاعتداء على قناة السويس. هناك حالة من التوتر، هناك حالة من عدم التركيز، هناك حالة من الضبابية خلال هذه القمة التي وصفها المتحدث الرسمي للحلف بأنها ليست قمة، هي مجرد اجتماعات تشاورية وهو بالفعل سوف تبدأ غدا وكل ما حدث اليوم هي كلها مجرد
لقاءات تشاورية ما بين ترامب والأمين العام للحلف وما بين ترامب وما بين ماكرو، لكن كل التصريحات لا تنبئ بما لا تنبئ بخير. ومن الممكن أن لا تكون هناك بيانات مستفيضة. يعني كما ذكرت نعم كما ذكرت أستاذ خالد، يعني لم نشهد قمة كهذه في السابق. وأريد أن أعود إليك أستاذ أو الزميل يوسف، يعني كثيرة هي المواضيع التي طرحت، ولكننا أعتقد يعني كما ذكرنا لا نذكر قمة أطلسية فيها هذا الكم من التباين والخلافات بين قادة الحلف. يوسف. نعم، أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يساهم في هذا التوتر، حيث قال صباح هذا اليوم خلال لقائه بالأمين العام للناتو في مقر السفارة الأمريكية في لندن بأنه لولاه في السلطة لحدثت حرب عالمية ثالثة. فهو يصب يعني يحاول أن يري الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة عامل مهم في هذا الحلف، وطلب أيضا كل دولة من 29 دولة أعضاء حلف الناتو بأن يلتزموا بالأموال أو حوالي 2% من ناتج الدخل القومي لكل بلد حتى يتثنى لحلف الناتو أن يستمر في البرنامج. يعني الأمور يعني ممكن أن يتم لملمتها، هذا ما صرح به رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث قال بأن هدف هذه القمة هو لتباحث ولتقوية الدفاع هذا الحلف، وأيضا للاحتفال بمرور حوالي 70 عاما على هذا الحلف. وبالمناسبة يعني غدا سيكون الكثير من الكلمات، وسنرى إذا ما كانت سيتم يعني لفلفة هذا الموضوع. يوسف سأعود إليك. أستاذ خالد، يعني اتهام الرئيس ماكرون لتركيا بالتعامل مع بعض المجموعات المقربة من تنظيم داعش، واتهام ترامب لأردوغان أنه عضو في الحلف الأطلسي، لكنه يعني أي أردوغان يشتري أسلحة مهددة ومنافسة للحلف، هل هذا يدل برأيك أن الحلف بصدد إعادة النظر ربما بدور تركيا وربما بعضوية تركيا في الحلف، أم إلى دفع أردوغان لتغيير سياساته؟ على ما يبدو أن وجود تركيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجودا ضروريا، على الرغم من انتهاكها لقانون الحلف وذهابها لشراء دفاعات أرضية أو دفاعات أو صواريخ روسية بعيدا عن قوانين والشروط العسكرية التي منصوص عليها داخل حلف شمال الأطلسي، إلا أن الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي يتعامل مع روسيا من البوابة التركية. فتركيا على الرغم من تجاوزات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسانده لأن هو الباب الوحيد الذي تتعامل معه ويتعامل معه الأطلسي ويتعامل معه الولايات المتحدة مع الجانب الروسي. تصريحات ماكرو أصابت الهدف بالفعل. ماكرو قال أن الميزانية الأوروبية أو الميزانية التي يطالب بها دونالد ترامب ودول حلف شمال الأطلسي لا طائلة لها. بالفعل الدول الحلف يساهمون ب 2% من الناتج المحلي أو من الناتج القومي للنفقات العسكرية، ولكن ترامب يضغط حتى يكون هناك انفاق عسكري قد يصل ل 400 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة تتكفل به دول الحلف وكندا وتركيا، وهو ما سوف يصرح به الأمين العام للحلف بأن هناك موافقة على طلب ترامب، وبالتالي سوف يتم تخفيض النفقات التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من العام القادم. دعينا نتحدث عن أهم المعوقات التي قد تقابل القادة الأوروبيين. أهم المعوقات هو التغيير المناخي الذي يسبب صداعا في رأس قادة الحلف. التزايد التجاري التجاري والنفوذ العسكري للصين في الشرق الأوسط والعالم، وبالتالي يحاول قادة الحلف الحد من هذا التطور العسكري
الصيني. نعم. بالإضافة طيب أستاذ خالد لو سمحت نعم قبل أن يدهمنا على الوقت أريد أن أتوجه إلى الزميل يوسف. يعني يوسف يعني التراشق بين ترامب وماكرون بين ترامب وأردوغان وبين ماكرون وأردوغان هو تراشق بين زعماء أهم وأكبر ثلاث جيوش في الحلف. على ماذا تدل هذه الخلافات؟ يعني أعتقد أنها تدل على الفارق أو الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أن الاتحاد الأوروبي يعني يسلك مسلكا نوعا ما مخالفا لإرادة الولايات المتحدة بما يخص بعض القضايا الدولية. الولايات المتحدة سحبت قواتها من شمال سوريا بدون التنسيق مع دول حلف الناتو، وهذا أثار حفيظة فرنسا وأيضا تركيا. أيضا يعني هناك يعني جزء من ممارسة القوة أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تسيطر أو تقود هذا الحلف. طيب أستاذ خالد باقتضاب لو سمحت، يعني على ماذا يدل برأيك تصريح ترامب أن الولايات المتحدة لا تدعم الاحتجاجات في إيران، وكيف تقيم موقف الأطلسي من الملف الإيراني لا سيما وأن الدول يعني الأوروبية ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران؟ دعينا نتفق ان الدول الاوروبيه قد فشلت حتى هذه اللحظه في الحفاظ على المشكله النوويه الايرانيه، بدليل ان ايران الان على مقربه من الانتهاء من المرحله الرابعه وهي المرحله المخصصه لتخصيب 1400 جهاز طرد مركزي تخصيبا كاملا باليورانيوم. هناك حاله من التخبط ما بين قاده الحلف والولايات المتحده الامريكيه حتى على المشكله الايرانيه. نعم أريد أن أشكركما المحلل السياسي الأستاذ خالد مصطفى، جزيل الشكر لك، وكذلك الشكر لك موفد I24 News لقمة الناتو الصحفي وزميل يوسف الحلو، جزيل الشكر لك.